في ذا فويس، فعلا وعايزه اعرف بقى كواليس منك، يعني بعض الحاجات اللي حصلت، ذكرياتك في البرنامج، الحاجات الحلوه، الحاجات اللي اثرت فيكي، يعني احكي لنا عن كواليس البرنامج والمسابقه. يعني دايما بقول وقلتها كتير، انا طبعا اتشرفت ان انا وقفت على مسرح ذا فويس، لانه مسرح كبير وليه رهبته بجد، وانك تكوني واقفه قدام 4 مدربين من اكبر نجوم الفن في الوطن العربي، ده كان برضو شرف ليا ان انا اقف قصادهم، وقد ايه هم بصراحه يعني اشادوا بيا، وقد ايه يعني ادوني بجد، يعني ادوني دفعه جميله جدا، وادوني طاقه ايجابيه خلتني دايما كده، يعني كنت يعني هم الناس كانت دايما تعليقها ان انا كنت فراشه كده على المسرح، دي حقيقة. فانا بجد كنت فخوره وسعيده جدا بتجربتي دي حقيقي، ما قصروش معايا خالص في اي حاجه حقيقي، وانا حتى كان ليا الشرف ان انا كنت مع فريق حماقي بجد، وبتمنى لهم ان شاء الله النهارده النجاح والتوفيق باذن الله. إن شاء الله.